هذا الخلاف الحاد الذي نشهده اليوم بين غالانت ونتنياهو؟ هذا خلاف خطير طبعا، وربما أكثر خلاف واضح حتى الآن يظهر في الساحة الإسرائيلية، وإن كان يدل على شيء فهو على تفتت داخلي في الموقف الإسرائيلي. وأنا برأيي أنه هذا التفتت الداخلي أحد أهم أسبابه الفشل الإسرائيلي الكبير في تحقيق الأهداف العسكرية لهذا العدوان، فشلهم في اقتلاع وقهر المقاومة، فشلهم في السيطرة العسكرية. ما قاله غالانت مهم جدا ويجب أن يسمعه العالم بأسره. غالانت ليس أي شخص، هو وزير جيش إسرائيل، يعني المسؤول الأول عن جيش الاحتلال والمسؤول الأول عن كل العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة. يقول أن إسرائيل هي سبب تأخير الصفقة، وهذا يؤكد موقف المقاومة الفلسطينية وموقف الجانب الفلسطيني الذي أكد مرارا وتكرارا أن نتنياهو هو من يعطل. ثانيا يقول أنه لا مكان لانتصار مطلق، وهذا أيضا يؤكد الموقف الفلسطيني بأنه إسرائيل عاجزة عن تحقيق الأهداف التي تسعى إليها. وثالثا هناك شيء مهم، أن ما قاله غالانت هو نفس ما قاله ضباط في الجيش الإسرائيلي من ضباط الاحتياط ممن أنهوا 200 يوم خدمة في الحرب، وقالوا أن نتنياهو، وأرسلوا رسالة لوزير الجيش يقولون أن انتصار إسرائيل مستحيل. ولكن رد نتنياهو على غالانت أيضا خطير للغاية. عمليا نتنياهو يتهم وزير جيش الاحتلال بالخيانة عندما يقول له أنه يتبنى خطاب مناهض لإسرائيل، هو عمليا يتهم وزير جيشه بالخيانة. ولكن المسألة الأكبر، نتنياهو يصطدم الآن ليس فقط مع غالانت، يصطدم مع الجيش بكامله، يصطدم مع الموساد وقيادته، يصطدم مع الشباك وقيادته، يعني يصطدم مع كل المنظومة الأمنية الإسرائيلية. وكل ما يجري يؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا، نتنياهو هو الذي يعيق إمكانية الوصول لوقف إطلاق نار، والأدلة على ذلك كثيرة. اغتياله للقائد المجاهد إسماعيل هنية كان هدفه نصف الصفقة، مجزرة الدرج التي نفذها الجيش الإسرائيلي قبل يومين أيضا من أهم أهدافها برأيي خلق جو يلغي إمكانية الوصول إلى صفقة. وثالثا وهذا أهم شيء، أن نتنياهو عطل الصفقة 3 مرات حتى الآن.